السلام عليكم. أهرت احنا نقرا عائشة بتعلم تي بيك. ماشي. انا قريتها بالانجليزي وانا هقول لكم بالعربي عشان ده بالانجليزي بس هعملها زي انا remember. عائشة كانت عاوزة بيك تخبز. قالت مامتها قالت اه وعائشة قالت I love baking I love baking ومامتها قالت ممكن نعمل الجيم اللي انتي بتخممي اللي بنعمله. فقالت حاجة بتروح على التري. قالت انا عارفة تمرات. وقالت حاجة اكبر من باباها. قالت انا عارفة السكر. قالت حاجة بتقول مو 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 بس. قالت انا عارفة بقرة. قالت انا مش عاوزة بقرة في كيكتي. بعدين قالت لا البقر بيعملوا لبن. قالت حاجة تانية. قالت حاجة تحطيها على سندوتشاتك مع حاجة مع كريتا ما نعم. قالت انا عارفة زبدة. بعدين قالت حاجة بتقول بز بز بز. انا عارفة بي. قالت بس انا مش عاوزة بي في الكيك بتاعتي. نحلة. قالت بس النحلة بتعمل السحل العسل. قالت اوكي. قالت حاجة بتقول كاكاتولاتو. قالت انا عارفة فرخة. قالت بس انا مش عارفة فرخة في كيكتي بس فرخة بتعمل بيضات. قالت حاجة على الشجرة. قالت بس انا مش عاوزة دب في البداية. قالت لا حاجة بتحط هنا على الشجرة كده. قالت بتعمل سبايسز. قالت انا عارفة سينامون. قالت حاجة جراس زرع. بعدين حطوه في البتر وحطوه في الفرن ينشموا على تيك توك تيك توك تيك توك. بعدين اكلتها بس كانت بتويت للتايمر يرن. بعدين بابا جا وقال السلام عليكم.
قصة. باي باي.